السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية للإخوان والأخوات المشاهدين الكرام. كما كتشوفوا في هذا الفيديو دابا، هذا سيكتور 5. المهم درت واحد الجولة خفيفة، كما شفتوا الفيديو راني لحتو، هذا غير توضيح باش نوضح لكم الناس اللي كيسولوني على السيكتور 6 والسبعة والثمانية والثلاثة والربعة. المهم هاد الجولة اللي درت في هاد السيكتور هذا، صراحة جاتني غير على غفلة. أنا ما كنتش غادي نصور، ولكن جاتني على غفلة ودزت من تما، دزت صورت هاد السيكتور هذا. وراه كيما شفتوا راه بينت لكم شي لقطات من السيكتور 6 والسيكتور 2. المهم بالنسبه للاخوان والاخوات اللي كيسولوني كيقول لي امتى غيعطيو الناس ديال الخمسة، عفوا ديال الثلاثة والربعة والستة والى اخره. يعني كاينين شي سيكتورات بحال نقول لكم، نبدا لكم من الفوق وغادي نهبط. كاين تسعود وكاين ثمانية والسبعة، يعني هادو راه مازالين فيهم الاصلاح، غير باش تفهموا الاخوان. مازال فيهم الاصلاح، مازال فيهم الخدمه شويه. هما الانفينين، كاين الانفينين الجوج والخمسة والستة، كاين الثلاثة والربعة حتى هما يعني فينين، ولكن مازال ما شفتونش. وان شاء الله الناس اللي كيطلبوني على باش نصور لهم، غادي ان شاء الله غادي نخصص شي وقيته وغادي ندخل نصور، لان كاينه شويه الحراسه وحكم الخدمه اللي عندي انا ما تنساليش. المهم ما غاديش نوعدكم، ولكن ان شاء الله نخلي لكم مفاجات. غادي ان شاء الله نتمنى غادي ندخل نصور لكم، وغتشوفوا ان شاء الله كل واحد طلبني على شي حاجه غادي غنصورها ليه ان شاء الله. انا دايركم في البال، الناس اللي كيصيفطوا لي الميساجات راني دايركم في البال، راه حتى شي حاجه ما خافي عليا، وحتى شي حاجه ما نسيتها، راه كل شيء راه مقيد في لي كومونتير. وبالنسبه للناس اللي كيسولوني على الياسمين، حي الياسمين، امتى غادي يعطيو الناس؟ البارح تلاقيت مع واحد السيد من الشركه وسولته، قلت له اودي ما عن مدرا امتى غادي يعطيو الناس اللي مستافديننا في الياسمين. قال لي اودي ما عنديش علم، ولكن تيسمع حتى هويا بانه غادي، يعني راه المشروع راه فيني باقي بشي لمسات خفيفه. كما كتشوفوا لهنايا، هنايا السيكتور واحد، السيكتور جوج والخمسه راهم فينين، هادو ديال الرياحين. المهم بالنسبه ديال الياسمين راه كلشي فيني، باقي شي حاجه قليله، ولكن ما عرفش. قال لي ما عرفش امتى غادي يبداو يعطيو الناس، ربما يقدروا حتى هما يعطيوهم في اقرب وقت، ونتمنى يفرحوهم ان شاء الله بالسكن ديالهم. المهم تحياتي لكم. المهم اللي عجبكم الفيديو ما تنسوناش بالدعم في هذه القناه هذه، وان شاء الله راه اي جديد غادي نشاركوه معكم. والناس اللي يسولوني عاود قال لي امتى غيعطيو لهادو، غيعطيو للناس ديال الشاحنه وديال الكربون، تيقولوا هاد السيمانه هذه ان شاء الله، تيقولوا هاد السيمانه. ونتمنوا حتى انا راه كنسمع وكيقولوا لي، وراني كنجي نقول لكم انا ما عرفتش وقتاش. المهم تيقولوا هاد السيمانه ان شاء الله، من الاثنين والثلاث والهي غادي يبداو يعيطوا على الناس. المهم تحياتي لكم، واي جديد كما قلت لكم اي جديد انا غنشاركه معكم ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.